جميل. احنا النهارده بقى هنتكلم معاك تحديدا عن هدافي النادي الاهلي التاريخيين. احنا هنتكلم عن هداف النادي الاهلي والدوري عامه واول دوري فزنا بيه وغيره وغيره واول كاس افريقيا فزنا بيها. احنا عملنا كده ايه، الاهلي جنينه كبيره حلوه كلها ورود وزهور وياسمين وفل، فهناخد مقتطفات من كل حته، ناخد ورده من هنا، فل من هنا، ياسمينه من هنا. انا اللي بحب يعني ان حضرتك كمان الفقره بتاعتك بتكون جايب لنا مانشيتات اصليه، يعني استاذ محمد بيحتفظ وعنده مكتبه كده في الهرم تقريبا، صح؟ في الهرم عنده حاجات من سنه كام؟ ده انت عندك حاجات من سنه 30. انا حاجاتي يمكن على واقدم كمان على مدار 100 سنه، عشان ماشي ابا عن جد لغايه ما كنت انسان بجمع، الى ان بقيت مؤسسه ارشيفيه بجمع كل ما هو تاريخي سياسي فني اجتماعي رياضي في 100 سنه. جميل. فمن هنا لما اكون لازم اكون مميز اشتغل مع ناس مميزين، فالنادي الاهلي هو المميز. لا بس لا بجد والله حضرتك فكرتني بالراحل الله يرحمه حسن كامي، انا زرته مره في المكتبه وعملت معاه لقاء في المكتبه اللي في وسط البلد الله يرحمه، مكتبه عظيمه عنده حاجات يعني من 100 سنه وحاجات زي كده. هو كان مجمع كان طول عمره بيحب جدا الحاجات دي، ودي رساله عظيمه للرياضيين والمثقفين ان يقروا ويثقفوا ويشوف تاريخهم، اللي بيحب بلده يشوف يقرا تاريخ بلده صح. ويفرح بيها، واللي بيحب الرياضه النادي الاهلي واللي بيحب النادي الاهلي وهذا الكيان. نرجع عرفنا بقى على التاريخ، اتفضل. نبدا بايه يا استاذ؟ نبدا بقى احنا النهارده جايبين كده ايه حاجات اوائل وهدافينها. يعني مثلا اول بطوله الدوري العام قامت في 1948 49 والبطوله دي بقى لما هنتخلى هنا على الشاشه نشوف بعض الصور لاول فريق لهداف الفريق، اول لاعب نادي الاهلي جاب هدف، ها فيا رب نشوفها على الصوره هنا ونشوف نقول ان اول مباراه كانت يونان اول مباراه كان اسمها الاهلي يفوز باولى مباريات الدوريه، ولعب مع فريق اسمه يونان اسكندريه. اليونان اسكندريه جاليه بقى قليل اول اسمع فيلم اليونان اسكندريه ده. الجاليه وقتها عايشه هناك طبعا. جاليات عظيمه كانت مصر محتضنه لكل الجاليات في مصر، كان في نوع اهو جميل قوي. المباراه دي بدات وهم فرقه اليونان جابت جون، وبعد كده الاهلي رد باربع خمس جون ورا بعض، تك 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 زي ما بيقولوا كده، الجون ورا بعض. اول جون جابه يعتبر بيسجل باسمه في بطولة الدوري العام هو اللاعب مكاوي. يعني الهدف الأول في الدوري الأول على الإطلاق؟ على الإطلاق في موسم 1948 49 ده أول بطولة في الدوري. والجميل قوي إن ما كانش حد بينافسنا، أول 12 بطولة الأهلي ورا بعض. هو بقى من سنة 48 لحد دلوقتي وقد كانت بقى. لكن إحنا بنقول يعني إن الأهلي لما بدأ 48 يا أستاذ نهاوند 49 خد أول 12 بطولة ما شاء الله. نشوف بقى هنا النادي الأهلي بطل الدوري العام موسم 49 مين هم؟ هنتكلم الأول أول هداف هو اللي قاعد في النص تحت الكابتن مكاوي أهو هو اللي في أول هدف. لكن لازم نجيب التاريخ، مش هنجيب صورة بس، إن الجون كابتن كمال حامد ثم ده تحت وجنبه احمد مكاوي والكابتن محمد لهيطه، ومن فوق بقى واقفين من اليمين كابتن وديع، عبد العزيز همامي، حمدي كروان، محمد ابو حباجه، فؤاد صدقي، محب يوسف، حسين مدكور، محمود المهيلمي. دول اول ناس مثلوا النادي الاهلي في بطوله الدوري. يا سلام. مش الكاس اللي بدات في اوائل العشرينات. أيوه. احنا بنتكلم النهارده الدوري. بطوله الدوري العام. اللي تمني بيقيسوا بيها اي بلد مين بطلها بكميه بطولاته هو الدوري العام. يعني كان في فرق حوالي 20 سنه بين انطلاق بطوله الكاس وبين انطلاق الدوري؟ لا اكتر من 20 سنه كمان. 28 سنه تقريبا بالظبط. فرق كبير. هم عاملين بطوله الدوري، بطوله الدوري دي تعتبر هي البطوله الام. ايوه مع احترام للكاس طبعا البطوله مهمه وبتاع واخطف واجري والحاجات دي، لا أكيد. لكن هو الدوري هو البطوله الحقيقيه لاي نادي في اي اي بلد. استاذ محمد هم كلهم مصريين الجنسيه، ها؟ ما فيهمش حد. هنا ما شاء الله. في بعد كده طبعا دخلت علينا لعيبه كثيره يونانيين زي ما قالوا كريم. انا كده بسال. مع توافد السنين بدات تخش لعيبه زي نظام الاحتراف دلوقتي. اوكي بالظبط يعني لسه هنجيب كمان حاجات تانية بقى. الفرقه كانت بتلعبنا كمان كانت بتجيب برضو لعيبة مش. طب الصورة اللي بعدها ده كابتن مكاوي برضو، ممكن يجيب اللي بعدها؟ أول لاعب في النادي الأهلي أحرز هدف في بطولة الدوري العام في 1948 كابتن مكاوي. مهم جدا نجيب ده، لأن إحنا بنقول إن اللعيبة اللي موجودة دلوقتي بعد 50 سنة موجودين مش موجودين
غيري هيجي يجيب ايه قصتهم ودورهم المهم قوي مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيفضل ذاكره التاريخ طبعا 100 سنه، وده اللي بيفرق بينه وبين اي فرقه تانية. ممكن لعيب يروح لفرقه تانية عشان فلوس، لكن بعد كده تاريخه مع الوقت بيندثر، لكن الاهلي بيفضل محافظ على تاريخ لعبته وتاريخ النادي الاهلي. صحيح. بس واضح ان كابتن مكاوي كان تقيل يعني. طبعا لعيب عظيم طبعا. طبعا ساعتها الناس دي كانت بتلعب باقل الاشياء. لا في بقى النهارده عربيات فخمه ولا احسن لبس ولا ملايين. هو انت بتتكلم 48 برضو كان ايجار فيلا في الزمالك ب 3 جنيه يعني. وكان حرب فلسطين وكان في يعني حرب فلسطين. يعني يا ريت نرجع الايام دي. كان نظام يعني نظام جميل كان ساعتها بسيط جدا. 50 قرش يبقى المكافاه الفلوس. الكل بيلعب بحب وبانتماء للفريق اللي هو بيمثله. مفيش حاجه اسمها ماديات ولا سوشيال ميديا ولا ارقام فلكيه. على رايك الماديات دي بقى من السبعينات الثمانينات واحنا جايين. بس ده في العالم كله يعني مش في مصر بس يعني. ما ده حال العالم كله. العالم ماشي بنظام بقى عندهم مراهنات وحاجات كتير. احنا غيرهم. احنا غيرهم خالص. طبعا.